أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل القدر يتغير؟ هل القدر يتغير؟ يا أخوان، القدر هذا من شأن الله، ما ندخل فيه، هذا من الأسرار الإلهية، لا ندخل فيه، نؤمن به، يجب علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر ولا ندخل فيه ونتساءل، ما تصل إلى نتيجة، لأن هذا سر، هذا سر من أسرار الله عز وجل، وهو من شأن الله. أنت ما عليك إلا الإيمان بالقضاء والقدر والعمل الصالح والتوبة من الذنوب، هذا اللي عليك. أما أنك تساءل عن القدر وش كذا وش كذا وش هذا، ما يصلح. نعم.